هذه اللي شفتها اخوتي بعد السلام عليكم، هذه واحد المصارعه كتنتمي للجمهوريه الاسلاميه الايرانيه، فهمتي؟ وبارح الجمعه فازت بثلاثه د الميداليات في الرفع الاثقل، فهمتيني؟ ثلاثه د الميداليات الذهبيات الردافيات هذه مور هذه ها في رفع الاثقل، حمل الاثقل، فهمتي كيفاش؟ في 150 كيلو 170 كيلو شي حاجه اخرى اه، في المراه الايرانيه المسلمه وبالحجاب ومستوره مخبعه راسها، فهمتي كيفاش؟ عليها هما عاملين لهم هادشي دابا في ايران، دابا هاد الزوبعه اللي دايرين لهم في ايران دابا، باش ما تبقاش المراه الايرانيه هايده تولي بحال التراكس وبحال تسونامي وبحال دنيا باطمه. هذا هو المخطط اخوتي باختصار باختصار، فهمتي؟ جيت لكم من الاخر، هادشي اللي كتشوفوا دابا وقع، اللي كتبين لكم العبريه والخنزيره والسي ان ان والفوكس كيقولوا لكم ايران الثوره ايران كذا، ما كاين لا ثوره ولا والو، 45 متظاهر ومتظاهره قالبين الدنيا تما، لان الدوله ديمقراطيه ما غاديش تخرج وتبقى تيري فيهم بالرشاشات والمروحيات، مخليهم يعبروا على المشاعر ديالهم، دولة ديمقراطية دينية إسلامية، فهمتي؟ هادشي اللي كاين، 45,000 ما غاديش تكون ضد الرغبة ديال 90 مليون، ها؟ 90 مليون إيراني وإيرانية يؤيدون الدولة الإيرانية ديالهم، ويؤيدون النظام الجمهوري الإسلامي ديالهم، واخا فيهم اللي ماشي مسلمين، ولكن كيأيدوا الديمقراطية الإسلامية اللي كاينة تما، فهمتي؟ التظاهرات في المغرب قبل ما توقع اخوتي كيصيفطوا المرود يصبلوا في بنادم، اما ايران راسها بحالهم، واغلبيه ديال الضحايا اللي سقطوا، اغلبيه الشهداء اللي سقطوا والضحايا هم من رجال الامن، وهادشي ما تتقولهولكمش السي ان ان والفوكس والخنزيره والعبريه، نعم الله يرحمنا، الشتا بدات كتصب، المهم هذا ليس موضوعنا، هذا ليس موضوعنا، وطبعا هذه ليس الا نقطه في محيط، ها الدرجه اللي وصلت للمراه الايرانيه باقي ما وصلوا لشي النساء ديال النظم اللي كتطالب باسقاط الدوله في ايران. تصوروا حتى الحكومه السعوديه خرجت كتندد ما سمته بقمع النساء في ايران، ها؟ وانتم كتشوفوا المراه الايرانيه فين وصلت؟ اربع الميداليات في حمل الاثقال. اما المراه السعوديه باقي كيتناقشوا واش عندها الحق تاخذ البيرمي ولا ما عندهاش الحق تاخذ البيرمي. اه نعم، خبركم بان علماء الوهابيه يحرمون على المراه قياده السياره، اخباركم ياك في السعوديه ممنوع تسوق طونوبير، ممنوع تسوق بشكريته، ممنوع تنتخب، ماشي ممنوع تكون مرشحه، المراه السعوديه ممنوع عليها ان تدلي في صوتها في الانتخابات، اذا كانت طبعا شي انتخابات، فهمتي؟ وهما كيعيبوا على وضعيه المراه في الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه، وخيلوا خيلوا هذه اللعبه هذه كيفاش عامله، فهمت سطا. المهم هذا ليس موضوعنا اليوم، موضوعنا اليوم هو الخطاب الملكي المائي، نعم، الخطاب الملكي المائي، نعم، دابا قبل ما يخرجوا ديك العباقرة ديال الزاربة يشرحوا لنا الخطاب، ها؟ قلنا غادي نشرحوا حنايا الخطاب، أو ندلوا بدلوينا على ما فهمنا طبعًا، طبعًا، ونشوف شي بلاصة عاد نبدا في التحليل السياسي الأسبوع ديالي، المقطع باقي ما جبرته، نبداو في التحاليل ديالنا طبعًا. التحاليل على قدر المفهومية والاستطاعات الذهنية ديالنا طبعا، نحن لا ندعي علما ولا ندعي تفوقا، ولكن نحن نفتخر بأننا خارجون عن النص المخزني، نعم، نحن لسنا ببغائيون نردد ما يردد المخزن، لا لا، حنا تنقولوا داكشي اللي تنشوفوه، اوكي؟ قلت لكم قبل ما يخرجوا محللو الزاربة اللي صدعونا بديك العبارات ديال من قبيل خطاب تاريخي، خطاب ميتافيزيقي، خطاب ابدي، خطاب كذا، كنا غادي نشرحوا حنا شويه، دابا السيد كيهضر على الماء، كيقول لهم لا للتبذير وكذا، كيفاش هادشي هذا؟ ها؟ وما الشركات الاسرائيليه كتجي للمغرب باش تزرع الافوكادو، ها؟ كيفاش هاد القضيه؟ المهم جبرت هاد البلاصة هادي نجلس فيها، قال لك اسيدي كما دابا هادشي اللي نقلا عن الخطاب الملكي السامي، اصلا بعدا ما كنعرفش علاش كيوصفوه بالسامي، ويلي ويلي القرقورة بدات تتبان، القطع مع التبذير العشوائي لتلك المادة الحيوية، نعم هادشي جاء في خطاب الملك بالامس، نعم
القطع مع التبديل العشوائي لتلك المادة الحيوية. كيفاش هما القصور هاد الملك وهذوك الملاعب ديال الجولف الملكي وكذا 24 ساعة على 24 ساعة كيكونوا كيتسقاو بالماء كا ولا ماكا كا كيقيلوا يسقيوهم بالماء ديك ملاعب الجولف وملاعب كذا وملاعب كذا وزيد عليها الشركات الإسرائيلية اللي جات للمغرب باش تنتج الافوكادو كتعرفش عدد الماء تيكلف الافوكادو ورا قلناها لكم في الفيديوهات السابقة نعم راه كيلو ديال الافوكادو كيكلف ديك الماء اللي خصها تشربوا طنجة وتيتوان وازيلا كاملين مجموعين كاملين في العام كامل ان شاء الله كيلو ديال الافوكادو لا لا بصح بصح كيكلف الماء بزاف اخوتي نعم الافوكادو ما خصوش يتزرع في المغرب نعم افوكادو ليس فاكهة ليست من الفواكه التي تتطلب مناخ كالمغرب خصها تكون في السويد ولا في النرويج ولا في برازيل ولا في الاماكن الاستوائيه اللي فيها الامطار وكذا اللي عندهم فائض في انتاج ماده الماء اسم الانتاج ماده الماء فائض في احتياط الماء نعم هاد الدول بحال هكذا اوكي ينجوا الافوكادو اما المغرب بارك عليكم غير الزرع والقرقاع والبيان الفواكه الجافه ومن هنا فان اشكاليات تبديل الموارد المائيه بعد ملي قال الموارد المائيه قال الموارد الماليه بل هو مع فلوس نعم رجعوا الخطاب غادي تجبروا داكشي نعم ومن هنا فان اشكاليه تبديل الموارد المائيه هادشي نقلا على الخطاب الملكي السامي ومن هنا فان اشكاليه تبديل الموارد المائيه تطرح نفسها بالحاح خاصه ان المغرب يمر بمرحله جفاف صعبه هي الاكثر حده منذ اكثر من ثلاثه عقود قال لكم 30 سنة المغرب معرف الجفاف بحال اللي كيعرفوا دابا نعم لأن دابا نزل عليكم غضب الله مباشرة وبشدة نعم صافي لأن زدتوا فيه بزاف ما بغيتوش يتغيروا المنكر نعم ما بغيتوش يتغيروا المنكر اللي وقع لكم في بلادكم بدءا بالتطبيع مرورا ببناء قواعد عسكرية إسرائيلية في المغرب مرورا بتهديد دول الجوار وزيد مرورا بالفساد المستشري في البلاد والعباد حيث ما حللت ورحلت ونزلت ما كاين غير الدعارة والشيشة وأنا عاوز أتفرفش ورقصني يا جدع لذلك فلن يتوقف الجفاف في المغرب حتى ينقرض أغلبية الشعب المغربي وهذوك اللي كانوا جالسين تما لابسين ديك البلوزة المدرسية نعم مأدبين ومأدبات كيعرفوا يمثلوا راه قلت لكم أحسن الممثلين في المغرب هما ديك البرلمانيين والوزراء واللي كينتميو للدولة هادوك فين يخليو ديك الممثلين اللي كيبانو لكم نتوما في مداولة وفوق خشبة المصاريح نو الممثل الحقيقي هو الوزير المغربي والبرلماني المغربي والمسؤول المغربي هادوك هما اللي كيعرفو يمثلو هادوك خصو يكتشفوهم المخرجين السينمائيين الامريكيين باش يديهم يمثلوا معاهم الافلام نعم شتي ديك الجلسه اللي جالسين جالسين واحد الجلسه كتعرف بالادب والاحترام والانصات وبلغ فلا خطبه له عاملين لك مجبدين الودنيات ديالهم هيدا جليل باه عاملين ديك اللعبه ديال يلتقطون السمع وكانهم يستمعون الى وحي يوحى اليهم التمثيليات والتخربيق وما عارفين ما عارفين القضيه وداك ولاد خوالو ولاد خوالاتو ولاد عماماتو مجبدين الريوس ديالهم هادو كيشوفوا فيه ملتاحت عاملين ديك اللعبه كيشوفوا معاهم ديك التجال ديال مولاكم اسماعيل واخرين ولاد عماماتو ولاد خوالاتو انتم عارفين خوالو مجبدين الريوس ديالهم حتى هادوك داخلين في الريع كتعرفوا ملاير داخله في النهار فهمتي وما كيعملوا والو كاين غير الصريط والفلوس فهمتي وكيجيبوهم في المناسبات بحال هيدا باش تيمثلوا على القاطع بانه كاين شي حاجه واحد فيهم بعد هذيك واحد من ديك ولاد عماماتو هذاك باينة في هذاك بلاي ستيشن واللعب والتنافح وانتم عارفين ما كيعمل والو بحال شي كسول بحال شي معروف كذلك الكاميرا تركزت بزاف هذه المرة على الحسن الثالث إلى رديتوا البال الكاميرات نعم ركزت بشدة على الهيبة ديال الحسن الثالث نعم الهيبة والغليان والهيجان والنظرات الحادة نعم القوة ديالي كتعرف ولا ولسان حاله يقول ها أنا دا أنا على أهبة الاستعداد لقيادة قطعان العياشة
شو ديك القضيه وراو هيدا كيشاف خصوصا من اللي باباه كيهضر على التبديل وعلى اللعبات بحال هيدا ولا بد من اصلاح كذا ديك المصطلحات التي توحي بالاصلاح الحقيقي والتغيير الحقيقي والقطع الحقيقي مع الفساد والخيال العلمي وانت تعرف الكاميرا كتركز عليها هيدا تيشوف هيدا كيعمل ديك كيشاف كيعمل وتما كنعرف انا المحللين تاع العياشه تيقولوا شوف 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 تبارك الله على ولي العهد شوف 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 جد في النظرات ديالو والعبارات ديالو شوف اخويا شوف شوف معصب معصب طلع عليه الدم اخويا كتعرف غادي يولي مالك هذا اخويا المغرب صافي غادي يولي كي السويد اخويا حلفان في المفسدين هذا اخويا هذا تيحلف في المفسدين دابا هذا يولي مالك اخويا والله تعرف اخويا كاس غادي تولي كي 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 تشيكاغو خويا والرباط غادي تولي كي كي سان فرانسيسكو وطنجة طنجة ما نتكلموش اخويا غادي تولي كي كي لاس فيغاس حيت هادشي اخوتي خصكم تعرفوا راه ما كيجيش صدفة راه كل لقطة كتشوفوها الا وهي مخطط توحي لكم بشيء فهمتي هادي اسمها الحرب النفسية حرب إعلامية حرب سيكوباتية حرب سيبيرية حرب الصورة حرب المعلومة نعم شنو نسحبكم كيجيبوا لهم مخخد العالم باش يعملوا ديك الديكور هيدا باش كيفاش فهمتي كيفاش ماشي المخابرات ديال الحموشي ولا المنصوري نو نو كيجيبوا غير المخرجين الكبار وعلماء النفس الكبار من اوروبا وامريكا هما اللي تيديروا لهم الخطه كيفاش يبانوا في الخطب الرسميه تاعهم وقال لك سيدي ومن هنا فان لا دقت عليكم ومن هنا فان اشكاليه تبدير الموارد المائيه تبدير الموارد المائيه يطرح نفسه بشده يا السي المالكيه تبدير الماء الصالح للشرب يطرح نفسه بالحاح وشده نعم ولكن هضر مع الشركات اللي اسرائيل اللي جبتيهم تما يديروا لنا الافوكادو وهذوك اللي يقول لهم هذا الكلام هذا اما الشعب المغربي شمن تبدل تاع الماء تيبدر هذا الشعب هذا ها هو واش الله تيشرب كاس اتاي في الصباح صافي دوز تما تيدوز عمركم شفتوا شي مغربي تيدوز جوج خطرات في السيمانه طبعا هاد الناس اللي عندهم بينغ نعم اما الشعب والطبقه الكادحه تيمشي خطره في الشهر للحمام مسكين نعم كذلك اللقطه التي اثارت انتباهي وشعوري بالانتماء للدوله المغربيه نعم والدوله المخزنيه وسقطت في هيامين الحب والانبهار التام نعم حينما سمعته يردد تلك الجمله الجميله نعم قال لك سيدي كما حرصنا منذ تولينا العرش اولا كيستعمل ديك خطاب نحن فهمتي كيفاش ديك عباره نحن الله سبحانه وتعالى لعظمته كيقول نحن إنا نزلنا الذكرى ونحن مهم عبارة نحن هذيك عبارة الجلال عبارة تحق به سبحانه وتعالى خالق الأكوان والمجرات والنظم والبشر ورازقهم إله نعم ليس مخلوق إله أما أنت بشر وتستعمل هذه الكلمات كما نحن كذا كذا هذه العبرات والعبارات إذا 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 كما حرصنا منذ تولينا العرش على أبو زعيترة كما حرصنا منذ تولينا العرش على بناء السدود حيث قمنا بإنجاز أكثر من 50 سد إضافة إلى 20 سد في طور الإنجاز الله يا سلام سلم مالك قال لك أنا ملي رجعت مالك عليكم راه بنيت لكم 50 سد واش بصح الفكره اخوتي بصح انا كنعرف بني السدود هو الحسن الثاني شنو حتى محمد السادس يصنف بهذا الصنف والتصنيف بني السجود وحامل الحدود قال لك سيدي كما حرصنا منذ تولينا العرش على بناء السدود حيث قمنا بانجاز اكثر من 50 سد اضافه الى 20 سد في طور الانجاز وانا اسيدنا اذا كنت تقبل النقد انا لم اراك تبني سدا منذ ان توليت العرش اراك الا وانت تتجول في سياراتك الفاخره ومره في الاسبوع نقرا في التلفزيون الرسمي تلفزيونك اعني برعايه صاحب الجلاله ينظم مهرجان الرقص والغيطه اما شي حاجه اخرى ما شفنا والو والكذب على الله حرام وخيركم من اهدى الي عيوبي ما تثقش في هذوك اللي كيصفقوا لك خصك تثق بينا حنا تنقولوا لك الحقيقه اما هذوك اللي مدورين بك هذوك اللي كانوا جالسين في البرلمان هذوك المريقيه باغيين يهمهموا
وما كيصفقوش لاحظتوا ملي كيسالي الخطبه كينوضوا والو ديك عاش الملك ولا قلت لكم ما كيصفقوش لا بالعكس كيصفقوا لا بحق ما والو ما كاينش ديك عاش الملك والله ينصر سيدنا ديك عاش الملك والله ينصر سيدنا خلوها الكادحين المطحونين هما اللي كيقولوها عاش الملك الله ينصر سيدنا اما اللي شابعين كيعملوا له ايوا مزيان مزيان مبروك علينا الخطاب الملكي السامي مبروك عليكم العياشة ظهور الملك نعم دابا ظهور الملك في حد ذاته أصبح إنجاز كبير بالنسبة للعياشة نعم ظهور الملك يدخل عليهم البهجة والسرور نعم ظهور الملك يدخل البهجة والسرور على قلوب العياشة القلوب الممتلئة بالفقر والفاقة وانتم كتعرفوا أنا متبع ديك المخرج السينمائي تاع القصر سفيان البحري هاد الأيامات خرج وقال لهم شوفوا العديان تيتفقصوا شوفوا العديان تيتفقصوا سيدنا راه تيدور في الرباط في ديك السيارة سي الطوموبيل شي السيارات الفاخرة اللي كيقولوها خي عادي التفاني متى يا خي الشعب ما جبرش ما يهمهم والملك ديالو جايز في واحد الطوموبيلة كتسوى على الأقل شي 300 مليون الخاوة ديالي وشي 6 شهور ما شافوه دابا 6 شهور هو مبحر مع راسو في فرنسا فهمت ومن اللي جا كيدور في ديك الطوموبيل هيدا هما فرحانين نعم كلشي فرحان العياشه كيخرجوا في فيديوز دابا احو فيكم العديان ها سيدنا تقولوا كتقولوا ها سيدنا صافي دابا صافي وما بالك عليهم وين تشوفوا صافي لا ما خصهم حتى شي حاجه لا خصهم يا سيدنا وما صافي لا ما خصهم لا تنميه لا خدمه لا شوماج لا عداله اجتماعيه لا كرامه لا توزيع عادل الثروات لا حقوق لا ديمقراطيه نو خصهم سيدنا يشوفوا صافي بارك عليهم عقليه مغمجه واحد الناحيه حتى انا تساءلت تقريبا هذه شي عام وانا كنسمع فيديوهات وكنشوف فيديوهات الملك مات الملك طرح الفراش الملك كذا بحق انا البارح بان لي زعما اون فورم صحيح مع راسو كينقص كيتمشى بحال ديك القضيه ديال عيد المولود عاوتاني بان لي في احياء ذكرى المولد النبوي كينقص وكذا وكيعطي الاوامر لديك هذوك اللي هازين القشوع وهازين البخور مشي جلس تما سير دكوز ليه اون فورم انا كيجيب لي الله الماء والفرشه المائيه والازمه المائيه العالميه ما عندها حتى دخله بهذا الخطاب الاخير اللي بان فيه الملك فهمتي انا كيجيب لي الله الرسائل الكبيره اللي بغى يوصلها هي انني لازلت على قيد الحياه واون فورم مع راسي اما الماء ما كيهموش الشعب يعطش البابا هو قصوره عنده عمري بلا بيسينه دلع السيل دلع السيل ودل البن ودل الماء شنو شعب ود هادي حتى هي عاوتاني تما كلشي كيعوم فيه دابا غادي يبقاو يكتبوا لي تما الله يطول في عمر سيدنا الله يعطيك الموت انت اشوف حنا ما تنتشفاو حتى شي واحد حنا تنحللوا الخطاب وتنقولوا داكشي اللي تنفهموا فهمتي كيفاش لان الملاحظ الان في هذه الايام الاخيره المخزن كيلعب على هذه النقطه هذه بحال اللي تيلعب معنا كاشكاش بحال اللي تيلعب معنا غميطة فهمتي كيخلي بنادم يهدر الملك مريض الملك ما تيقدرش يتمشى الملك كذا ومن بعد كيظهر هو بحال جرين دايزر فهمت ما نعرف بحال والو يكون كيعجب يلعب كاشكاش ولا شي حاجه شكون عرف لانه بشر اليس كذلك وعجبني كذلك ملي هضر على شي حاجه اسمها المخطط الوطني المائي الجديد الله يمكن المخططات الخضر كذلك ندعو الى تفعيل وتعجيل المخطط المائي عاوتاني خرجوا لكم شي صينيه عاوتاني يقول لكم ساهموا في انشاء المخطط وساهموا في نجاح المخطط الملكي المائي الجديد ويلا ساهم لي يمك عاوتاني دفع شي 50 درهم كذلك من النقاط التي اثارت الانتباه ديالي هو اختلف مع ابو منشار في ديك القضيه ديال 20-30 ابو منشار ملي كيهضر مع القطع اللي عنده في الحجاز تيقول له مخطط 20-30 مخطط 20-30 يعني 2030 غادي السعوديه ستصبح جنه فوق الارض كاين غير الديسكوتيكات والعائلات كتعرف اما ديالنا كيقول لهم 22-26 مخطط 22-26 مخطط 22-27 هما دائما كيعطيوك ديك المخططات اللي انت كتبقى تسناها حتى كتنساها فهمتي كيفاش ما كاينش شي حاجه دابا نو هذه عمرها ما تسمع من عندهم هما نو ما كاينش شي حاجه شوف غدا غادي نعملوا كذا كذا لا هذه عمرك ما تسمع دائما كيخليو ليمك يبيعون لامك الوهم فهمتي كيفاش كتبقى تسنى المواطن المنتظر ينتظر الفرج ينتظر رحمه الملك ان تنزل عليه
وكيبقى ينتظر حتى كيعمل 40 و50 و60 وتطيح اسنانه في راس الدربي والجوينتات وكازا والو ما زوج ما دار دراري ما دار دار ما دار دريه ما والو باقي على عائلته باقي خصو اختو تعطيه ما يكمي باقي خصو يما تعطيه ما يفطر. هذه هي الحاله ديال 60% من الشعب المغربي. واش كنكذبوا على راسنا ولا؟ هذه هي الحاله. وسمع اخوتي سمعوا، الذي لم ياتي في خطاب الملك بالامس هو أنه خرج قرار من الأمم المتحدة هذا الأسبوع، هذا قرار من الأمم المتحدة، يعني علماء أصدروا هذا القرار بتعاون مع الجهاز السياسي والإداري ديال الأمم المتحدة. هذا القرار هذا الصادر عن الأمم المتحدة هذا الأسبوع هذا المنصرم تيقول بأنه دول ستختفي في القريب العاجل نتيجة التغيرات المناخية المستمرة. نتيجة هذه التغيرات المناخية المستمرة كاين شي دول غادي تختفي من على وجه الخريطة، والمغرب مرشح أن يكون من المختفون. ودابا المغرب النص ديالو داخل في ديك برنامج مختفون ولا؟ غير خليوها يختفي على طول والسلام ولا؟ انتقلين على الكرة الأرضية والسلام ولا؟ ما صلحي لتا شي حاجة ولا؟ عاشا عاشا ما بغينا فتنة عاشا ولا؟ يعني غير اختفوا مع راسكم ولا؟ الله يستر وصافي. كانت ترتق مصارا شي بعض بعضين. هادو اللي حاسديني على العبقريه ديالي والدهاء ديالي والبهاء ديالي وكذا، ملي تنبدا نتكلم معاهم بهذه الطريقه هذه تاع الفلسفه وتاع العلوم، مصارن تيتفرجوا فيا وما تيسمعوا المصارن ديالهم تيترتقوا بقوه الغدايد اخويا. الله يكون في عونهم السلام. كذلك مما قرانا وفرحنا هذا الاسبوع هذا من الاخبار الزرائبيه التي ادخلت البهجه والسرور على قلبي التعس. نعم، قال لك المغرب غادي يبقى يصنع الدرونات، نعم الطائرات المسيرة. العداء والخوة كتعرف ولا؟ غنبقاو صنعوا الطيار المسيرة الخوة ديالي. كوسموس بالعادة والخوة كتعرف. المغرب يخطو خطوات عملاقة نحو المريخ ونحو القضاء على العالم والهيمنة المطلقة على التكنولوجيا العالمية. صرتي وهي اخوتي ما كاين لا درونات ولا هم يحزنون. كاينه واحد الشركه عسكريه اسرائيليه غادي تجي تصنع الطائرات المسيره في وسط المغرب، فهمتي؟ يعني المغرب ما دخلش في المشروع، المغرب القطعه الارضيه اللي غادي يكون عليها المصنع، هذاك هو المغرب صافي، اما شي حاجه اخرى من المسمار حتى للطياره، ما دخلش المغرب ديك البروغرام هذا، فهمتي؟ بحق هما كيقولوا للعياشه راه تصنعوا الطيارات المسيره والدرونات اعداؤنا ها المغرب في صحراء ايوا اعداء كثر حسادنا وديك السحر والعياشه فرحانين. الخبر الحقيقي هو اسرائيل تصنع الطائرات المسيره في المغرب، ماشي المغرب يصنع الطائرات المسيره. وبزاف على يمك المخزن باش تصنع الطائرات المسيره، بزاف تنقصك سنوات ضوئيه باش توصل للصفد الدول اللي كتصنع الطائرات المسيره، بزاف. زعما شاف بوتين نزل في مطار الخميني الدولي في طهران ومشى كيجري نعم سيدي للدار ديال الامام الخامنائي وسلم عليه وقال له اعتقني بالطائرات المسيره الايرانيه. ها 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 بوتين جا كيرغب ويزاوق اعطيوني الطائرات المسيره، تيقولها الإيرانيين المسؤولين الإيرانيين. ها والمخزن قال لهم تاع انا غادي نولي نصنع الطائرات المسيره. بزاف عليك المخزن، بزاف بزاف بزاف. شحال باقي خصك الطريق وانت تصنع غير الطواليطات بعدا صيفط عبد اللطيف الحموشي يغسل لهم الطواليطات في قطر، فهمتي؟ هادشي اللي كيجيب الله اخوتي، هادشي اللي كاين في هذا الاسبوع هذا في هذه السيمانه هذه. نعم، وهذه هي الخلاصه ديال هذا الفيديو هذا. نعم، الخطاب الملكي المائي ماذا جاء فيه؟ قال لكم خصكم تزيروا بالبزبوز، نعم الروبيني خصكم تسدوه سينو غادي تموتوا عطاشا. نعم، وقال لكم صافي عاولوا على شي واحد يجي يدير لكم الاستثمار في المغرب باش تخدموا. نعم، وهذه طبعا دعوه للشركات الاستكباريه والامبرياليه باش تجي تدير لكم المرسيدس ودير لكم الرونو ودير لكم كذا. دابا بزاف ديال المغاربه كيقول لك المغرب كيصنع الطوموبيلات، فهمتي كيفاش؟ واش هاد الناس عندهم بايسر في الراس ديالهم؟ شنو عندهم في الراس ديالهم؟ اخوتي الشركه الفرنسيه كتجي للمغرب، ها الشركه الفرنسيه، ها قطاع الرونو، ها كيجي المغرب كيعمل واحد المعمل وكيركب فيه ديك الرونو اللي مصنوعه في فرنسا.
المغرب ما كيصنع حتى شي حاجه فهمتي كيفاش، هما فرحانين كيقول لك راه تنصنعوا السيارات. شوف اخوتي شوف، العامل في فرنسا كيكلف الشركه 10 النوبات داكشي اللي كيكلفوا العامل داخل المغرب، عليها كيجيو الشركات المغرب، ماشي قضيه المغرب انهم تفوق ولا عنده ادمغه ولا فهمتي كيفاش. طبعا كاين ادمغه ولكن ماشي هادو اللي كيخدموا في المعامل ديال رونو ولا بيجو، نو نو نو. المغرب كيعرف منذ القدم نزيف الادمغه وهجره الادمغه، نعم عباقره مغاربه اساتذه كبار في الفيزياء وفي الرياضيات وفي الطب، ها كيهاجروا المغرب كيمشيو لامريكا لكندا الدول الاوروبيه، هادشي معروف منذ القدم. بالحق هادشي اللي كيبان في دابا ديال السيارات وكذا، صناعه السيارات وكذا، ما عنده حتى دخل اخوتي، ما عنده حتى دخل. المخزن ماشي من المصلحه ديالو ان العقليه المغربيه تتفجر وتبدع وتصنع، نو نو، هو خصو يخليكم هايده كما انتم، هايده هايده. عاش الملك وركيع وسجود وما بغينا فتنه، بس لكي يستمر ويستمر عرشه وتستمر سلالته ويستمر معها قطيع القطعان، فهمتوا كيفاه؟ وهذه غير شويبس عادي تقولوا لي كتشرب عاوتاني شي عجاب ولا شي حاجه، انتم شعب موسوس. Adiós amigos.